هي بطعم الفول السوداني وسوداني وتوست. وعندنا الحلاوة الطحنية اللي بتعمل قرفة، ادي الحلاوة الطحنية اللي بتعمل قرفة، وعندي قشطة وعندي توست. سهلة جدا، سهلة جدا. تعالوا نعمل أول حاجة اللي هو يا عم أحمد بطعم الحلاوة الطحنية. هاخد حتة قشطة هنا أحطها هنا واحدة واحدة كده مع بعض، وحتة هنا وحتة هنا، وأوزعهم بالراحة على التوست بتاعي. لما احمد وزعنا القشطه اروح حاطط عليه مكعبات الحلاوه اللي بالايه، اللي بالقرفه او بالشوكولاته او بالعاديه بالسمسم او بالسوداني او بالبندق. واحده واحده كده اهو، زودي قللي زي ما انت عايزه. وبعد كده تجيبي الطبقه الثانيه والطبقه الثانيه، وجايه ضغطه عشان يتماسكوا كويس، وتجيبي الحروف بتاعتك بالترانش وتروحي جايباها اتنين وتحطهم في الطبق هنا عشان نوديهم عندي. اتاكد من تانيه اهو قدامك. تقدري تغيري اللي تحطي مربى مكان القشطه زي ما انت عايز. خطواتك كلها زي ما انت شايفه كده قدامك التفاصيل، تمام. تقوم عندك، تعالى نعمل يا احمد اللي بالشوكولاته بنفس الطريقه. عندنا اربع شرايح توست، وعندي شوكولاته المطبخ بتاعتي اللي انا عاملها، شوكولاته المطبوخه قدامك اهو. هدي هنا قطعه. يا تركاتك يا عم احمد، هنا حته تاني. وادي الشوكولاته المطبوخه اللي احنا عملناها لك بتفاصيلها. وزعي، كتري قللي زي ما انت عايزه. ده بالفول السوداني، واعملي مسحه فوق عشان تثبتي بيها. خطواتك كده قدامك اهو. وهتروحي جايه جايبه سوداني او مكسرات، يا جمال عايز تحطي حته قشطه. ويلا احمد هينزل لك دلوقتي مقادير الشوكولاته المطبوخه. استاذ احمد واستاذ هشام، انت شايفه سندوتش الشوكولاته المطبوخه بتركاتك وحركاتك. والاستاذ احمد نزل لك مقاديرها عشان تبقى انت فاكراها برضو، او لسه شايفه حلقتنا تقدري تعمليها بكل سهوله وتقعد عندك شهر كامل في الثلاجه مفيش اي مشاكل، او في دولاب المطبخ. اهم حاجه المعلقه اللي هتستعمليها ما تحطهاش تاني، مره واحده تستعمليها وبعد كده تغسليها عشان ما يكونش اي بكتيريا فيها ولا اي حاجه زي ما انت شايف يا عم احمد.